مشاهدينا ومشاهدي كرم في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع ما وراء الاحداث. النهارده عندنا حلقه خاصه هنحاول تكون من جزئين، وهنتطرق في الجزء الاول لموضوع الخلافات الزوجيه والطلاق في المسيحيه. وفي الاونه الاخيره طبعا شفنا احداث كتيره الحقيقه، يعني حصل فيها عنف وقتل وعلى مر السنوات اللي فاتت الحقيقه، وكان موضوع مثار جدا، موضوع الطلاق والتطليق وقانون الاحوال الشخصيه والامور دي كلها. طبعا نحن يعني نتفق جميعا بالنسبه للمسيحيه وحسب دستورنا الانجيل ان ما جمعه الله لا يفرقه انسان، ودي قاعده طبعا راسخه، والقاعده دي المفترض ان احنا في الكنيسه بنلتزم بيها. لكن مؤخرا يعني، والزواج طبعا بيعتبر من الاسرار المقدسه، وانه المفروض علاقه زي ما بنقول كده، المفروض ان دي تكون علاقه جميله ما بين اتنين بنوا اسره التصقوا ببعض، ليس بعد شخصين بشخص واحد. كلها دي الحاجات اللي احنا اتعلمناها على مر السنين واللي فاهمينها ومدركينها عن الزواج في الكنيسه والزواج في المسيحيه. لكن مع تكرار الخلافات ومع تكرار الأمور اللي كانت فيها مشاكل، بعضها كان بيستدعي طبعا أنه الأمر يوصل للبطلان أو التطليق، وزي ما كان البابا توادروس وضح الجزئية دي، وأنه في دلوقتي بدأ يبقى في عنف، بدأ يبقى في قتل، فبدأ السؤال اللي هو يا جماعة طب الحالات اللي زي كده مش مفروض أنه يسمح لها في الكنيسة بالطلاق؟ الكنيسة طبعا رأيها أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وكان في برضو اختلافات لما بحثنا عن الموضوع ده على موضوع ان هل دي مقولة ولا هل دي آية. هي مقولة للبابا شنودة ولكنها مبنية على آية، لان برضو انتشرت فيديوهات لقداسة البابا توادرس وهم بيقول ان هي مقولة وبيوقف على كده، وكل اللي عملوا استقطعوا الحوار بتاع البابا توادرس ومكملهوش. هو بيقول انها مقولة قالها البابا شنودة ولكن مستندة على آية، وبالتالي محتاجين ان احنا نناقش الموضوع ده بشكل كده شوية مع بعض علشان خاطر نحاول نوصل، لان القضايا دي قضايا بتهدم منازل كتير، بتأثر على اطفال، بتأثر على مش بس الشخصين نفسهم ولكن كل المحيطين بيهم من اسر، اسرة الزوج واسرة الزوجة، وبينعكس عليها امور كتيرة جدا. لو اتكلمنا مثلا، طب احنا ليه بنتكلم الموضوع ده النهاردة او يعني اليومين دول؟ كان عندنا الفترة اللي فاتت حالتين، طبعا قضية سيدة الشومة اللي كلنا شفنا الفيديو بتاعها، والقضية دي كانت طبعا أثارت الرأي العام ضد انه يا جماعة ازاي انتوا بتقولوا لا طلاق الا لعلة الزنا؟ هو انتوا مش شايفين ان اللي بيحصل في الست دي، والفيديو انتشر جدا طبعا، اسوأ من انه فكرة زنا؟ ده الراجل كان هيموتها، دي كان بيضربها بالخشبة الشومة دي، وبعد كده كمان بعد ما اختفت عن الكاميرات المراقبة اللي كانت موجودة في المدخل البيت، اتقالت ان هو كان بحاول كمان يقتلها بسكينة. طيب يعني، طب انتوا مستنيين ايه؟ انتوا مستنيين لما فعلا كانت تتقتل وبعدين نعمل حاجة؟ لقينا بعديها مفيش فترة بسيطة القضية التانية اللي كانت خاصة بمريم كمال وجون شمروخ من امريكا، وكانوا في فيرجينيا، ولقينا طبعا انه الاتنين ماتوا، الزوج قتل زوجته وبعد كده انتحر، ومش معروف طبعا القتل كان تم ازاي، لانه الموضوع في ايدين يعني التحقيقات والطب الشرعي والكلام ده كله. يعني برضو اتقال ان هو كان عنده مشاكل نفسيه، وكان برضو في خلافات زوجيه ما بينهم مستمره. انتهت بايه؟ انتهت بالاتنين ماتوا وسابوا ثلاث اطفال. وبرضو عند السيده ميري عندها برضو ثلاث بنات. فاذا الوضع ده وضع صعب. أنا بس عايزة أرد على ناس كتير كانوا نشروا على موضوع قضية ميري وقال لك ده الفيديو ده ملفق ومزور، واصلكوا حاطين البابا شنودة عشان تقولوا إنه أيوه، عشان تقولوا يا ناس أنتوا اللي عايزين الطلاق، بصوا أدي صورة البابا شنودة عشان تقولوا إحنا ضد موضوع الكلام اللي قاله البابا شنودة، وإن يرضي يعني البابا شنودة والست دي بتتضرب، والبابا شنودة قال لا طلاق إلا لعلة الزنا. يا جماعة الموضوع مش حرب، ولا إحنا فريقين بنتخانق، ولا إن في مجموعة برضو زي ما قيل من أحد الأساقفة إن أصل في مجموعة عايزة تخلي وتوسع مواضيع الطلاق، فعشان كده قايمين بهوجة علشان خاطر إنه إحنا إيه يعني إيه، دي حالات استثنائية وإحنا مش هنرضخ لآراء الناس دي ونغير قوانين الكنيسة. محدش أبدا على فكرة بيفكر بالطريقة دي. كل ما في الأمر إنه أي حد في الدنيا يشوف ست بتتضرب صوت وصورة، أو يعني صورة زي ما إحنا شفنا بالمنظر ده، أو يشوف إن في حالات قتل، ومش أول مرة تحصل حالة القتل دي في أمريكا، حصلت قبل كده موضوع القتل، يعني لما يتشاف صورة زي كده للست دي وهي بتتضرب بالمنظر ده،
هو انت ما بتتحركش نفسيا وانك انت شايف ان في مشكله، تمام؟ طيب طبعا الموضوع كتله بحثا، لو دورتوا واحنا بنعد الحلقه دي بحثنا لقينا طبعا كم اللقاءات اللي اتعملت مع قداسه البابا توادرس، وخصوصا وقت موضوع تعديل لائحه الاحوال الشخصيه الاخيره واللي هي لسه ما ظهرتش للنور يعني، وربنا يسهل وتظهر، انه كان في محاولات علشان الناس سموها انه واتهموا الكنيسه بان هم وسعوا حالات الطلاق. وضح البابا توادرس الموضوع ده الحقيقه بشكل كبير جدا، واللي هو ما قالش، قال هي الفكره مش فكره توسع في اسباب الطلاق واسباب بطلان الزواج، كل الفكره ان هي المشاكل اللي كانت واجهتها المجالس الاكليريكيه على مدى السنين اللي فاتت اثارت موضوعات وامور لازم فيها يكون في وقفه. موضوع طبعا انه الذي جمعه الله لا يفارقه انسان، طب لما يبقى في تفريق وبيبقى في زوجين سايبين بعض، 3 سنين لو الازواج دول ما عندهمش اولاد، 5 سنين لو الازواج دول عندهم اولاد. وقال البابا تهدرس احنا حبينا ندي للقاضي اللي في محكمه اللي ما عندوش غير لا طلاق الا لعله الزنا، انه بعض الاسباب اللي ممكن تخليه، فقلنا له الفرقه، فرقه 3 سنين او فرقه 5 سنين. طب العنف بقى هنحطه فين؟ في حاجات تانية كتير طبعا برضو ما تطرقش إليها هذا القانون اللي فيه تصليحات كتيرة طبعا. وبرضو القانون كان راح لقصة الزنا الحكمي وراح للإدمان وراح لموضوع برضو تغيير الديانة طبعا وتغيير الملة، ده من زمان. ففي أمور تانية برضو ممكن تدي طلاق مدني، وبعد ما بيحصل الطلاق المدني بتروح الحالات دي لست دلوقتي مجالس، على مدى كان مجلس واحد قبل كده بقيوا دلوقتي 6، وده نوع من أنواع عشان يسهل، وكل حالة على حدة بيتم مناقشتها. اللي اثار جدل اكتر في الفتره اللي فاتت، ما اعرفش ترى هو معانا ولا لا، الدكتور ايهاب رمزي. يعني بنحاول برضو طبعا يكون معانا دلوقتي، لان هو اثار قصه ايه بقى، قصه اللي هو الزواج المدني. وطبعا يعني بعد مشكله ميري دي كان في برضو لقاءات والاعلام اهتم والكلام ده كله. انا عايزه الحقيقه نشوف في الاول على بال ما يبقى معانا الدكتور ايهاب، البابا توادرس لما حد ساله وقال له ان احنا دلوقتي ايه الموضوع، وفي توسع في اسباب الطلاق والكلام ده كله، وانه البابا حاول ان هو يوضح الامور دي اكتر، واتكلم على ايه هي الفكره اللي هي الحالات اللي هي زي ما بنقول اللي هي بتعتبر انه نوضحها اكتر للموضوع ده. عموما خلينا الاول، يبدو ان برضو الفيديو مش جاهز معانا، لكن عندنا حاجتين مهمين جدا. كان في حوار عمله الدكتور مجدي اسحاق وكان معاه حد تاني على موضوع العنف، وساعتها الحقيقه الحوار ده على فكره للامانه من يمكن 3 4 سنين، وقتها لما دكتور مجدي كطبيب برضو نفسي، ودكتور مجدي يعني اسحاق معروف وبيطلع معانا في قناه الكارما، فهو لما اتكلم مع البابا في الحته بتاعت العنف واللي هي ليها علاقه بقصه ميري، هتشوفوا دلوقتي البابا قال ايه لما اتسال على موضوع انه في عنف وان في ضرب، وانه هل المفروض يكون في طلاق لهذا السبب ولا لا. الإساءة الجسدية أو اللي بتعرض حياة الزوجة للخطر دي تستوجب من غير 5 سنين، تستوجب التطليق طبعا، زي الضرب وكده تقصد؟ طبعا ده مش ضرب، لا في حاجات أوحش، ده يقول يا رب ما يجيش غير ضرب، يعني ده بيبقى أعنف، يعني بيهدد حياتها بالخطر. والست المصرية الغلبانة بيتقال لها استحملي، وده صليب، ده صليبك بقى، دي جملة لا 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 هي دي اللي عاوز، لا 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 مفيش صلبان في الحتة دي، لا طبعا. اي اساءة من طرف للاخر، وغالبا بتبقى عن المرأة غالبا، يعني باي صورة من الصور جسدية، زي ما شفتوا كان بيقول اي اساءة بالنسبة للموضوع الجسدي. وكان في كلام تاني ولا كان خلص الفيديو على كده؟ انه يعني بما معناه ان البابا موافق انه يكون في طبعا نوع من انواع التساهل في الحالات اللي زي كده، بس عشان برضو زي ما قال البابا برضو في اكتر من لقاء، انه الامور دي بتكون كل حالة بتدرس. هي الفكرة كلها في الاحوال الشخصية لغير المسلمين، ده كان لازم يروح علشان خاطر يدي للقاضي يعني امكانية انه
يعني شويه التسهيل في الطلاق المدني، لكن بعد كده ممكن الناس تتطلق مدني لكن الكنيسه ما تبقاش بسامحه. خلينا طيب الجزئيه بتاعت طبعا الاستاذ سعيد فايز المحامي المعروف، هو اللي ماسك قضيه ماري، والحقيقه انه برضو كان كتب مقال تحت عنوان رفقا بالمتالمين فقد جاء المسيح لاجلهم، ليه ما يكونش الطلاق في المسيحيه تحت نير المناقشه دون التخلي عن ثوابت الايمان. معانا دلوقتي الاستاذ سعيد فايز، برحب بحضرتك معانا. اهلا بك يا دكتوره، واهلا بكل مشاهدينك. اهلا بيك. طيب استاذ سعيد، طبعا انت شفت القضيه بتاعت ميري، والحقيقه هي لما دخلت معانا وانك انت اكدت برضو الكلام ده، هي قالت لك انا مش بفكر دلوقتي في موضوع الطلاق ولا ده شغلني، انا كل اللي عايزاه دلوقتي اني اماني وامان بناتي. تمام، يعني فواضح ان الموضوع لما يعني لان هي عارفه وموقنه انه الطلاق في المسيحيه مش مفيش طلاق الا لعله الزنا. ف ايه راي حضرتك ايه، ومن خلال ايضا دعوتك بانه رفقا بالمتالمين، يعني ايه الحل في المواضيع دي؟ كان سبب الكلام او المقال بتاع رفقا بالمتالمين الهجوم المرعب اللي حصل على مدام ماري بسبب ان في ناس رافضه فكره الطلاق، وده طبعا حقه محرر. تمام؟ وشايفين ده احنا كده بنقرب من ثوابت المسيحيه. فكان النتيجه ان هم عملوا هجوم كبير جدا جدا على مدام ماري، واتهموها بانها مفبركه فيديو وشويه كلام مش ظريف. يعني ان كانت اتظلمت في الزيجه بتاعتها ومن جوزها، فالناس ظلمتها بشكل مرعب في انها رافضه تصدقها. انا بتكلم على البعض طبعا، لان اغلب الناس كانت مطمعه بشكل كبير. اعتبروا انه كان في مؤامره وان في تلفيق للفيديو ده علشان الناس اللي عايزين طلاق يتطلقوا، فان هي عايزه تتطلق بس هي عملوا الفيديو ده عشان يتم السماح بالطلاق. وهي بصراحه نشكر ربنا ان هي بكل تلقائيه قالت انا عايزه اماني وامان بناتي، من غير حتى ما تعرف الحاجات اللي حاصله دي كلها. بالظبط، لان هي في الاخر هي الست دي كانت معرضه للقتل في لحظه. بالظبط. فكانت اللي بفكر فيه في لحظه انها تفضل عايشه عشان خاطر ليها بنات. تمام. فكره انها تتطلق وتتجوز دي كانت فكره بعيده شويه. تمام، مش دي اللي فكر فيها دلوقتي. هي بغض النظر عن انها تتجوز، لكن هي فكره الطلاق برضو عشان ابعاد الاثنين عن بعض، يوم عشان تحصلش جرائم القتل اللي احنا بنشوفها برضو دلوقتي. طبعا يعني احنا متابعين كذا حاله الوضع فيها كان صعب بشكل كبير، بس خلينا بقى ايه يعني بعيد عن قضيه مدام ماري، وده انا كنت باكده حتى في التصريحات اللي كانت بتتقال، ان انا النهارده انا ليا كذا صفه. انا كنت محامي مدام ماري في القضيه بتاعتها، لكن انا في اللحظه دي بتكلم كراجل باحث بقالي سنين شغال في الملف الخاص بالاحوال الشخصيه للمسيحيين، وعملت دراسات في القصه بتاعت والخلاصه ايه اللي بتوجهها دلوقتي للكنيسه او للمجالس يا استاذ سعيد؟ الكلام ده ناقوس خطر. ناقوس خطر للكنيسه، لان ما يحدث الان في ملف الاحوال الشخصيه بعد كمان تغير الافكار عند المصريين او عند المسيحيين والمصريين بصفه عامه بعد دخول الانترنت وغيره، بتقول ان لازم يكون في تدخل. التدخل احنا مش بنبدع، يعني مش بنقول حاجه جديده. احنا اللي حصل سنه 2013 ان توافقت الكنائس في مصر على ان هم عايزين يعملوا بدل لائحه كل كنيسه على حده زي لائحه الأبطال الارثوذكس، ان هم يعملوا قانون، ويكون القانون دوت اسمه قانون العائله المسيحيه. تمام؟ يجمع كل الطوائف، وهو دوت اللي ينظم الوضع بالنسبه للمسيحيين طبقا للماده 3 من الدستور المصري اللي بتقول ان غير المسلمين من حقهم يلجاوا لشرائعهم الخاصه. وحصل التوافق والدراسه لمده 8 سنين. تمام؟ اقروا بتوسع فكره الانفصال. من ضمن العائلات المسيحيه كانت الكنيسه الارثوذكسيه، والكنيسه هي اللي كانت بتحضر القانون، يعني هي كانت المهيمنه على اعداد القانون. فالكنيسه تتفقق لاخر حاجه حصلت، نسخه وصلت لنا كانت في شهر 11 اللي فات، قالت ان هيكون الطلاق في المسيحيه طبعا للزنا الفعلي والحكمي الى اضافه موضوع الشذوذ والالحاد، وقالت ماده استحدثتها بان يكون في حاله انفصال زوجين لمده 3 سنين من حق ايا من الزوجين انه يروح المحكمه ويطلب الانفصال. ما دي 3 سنين لو ما فيش اولاد، 5 سنين لو في اولاد، وانه يكون انفصال تام. لكن احنا بنتكلم على العنف يا استاذ سعيد.
جميل. احنا بنتكلم في فكره العنف، احنا عندنا ازمه في العقيده. تمام. مش ازمه في العقيده، عندنا ازمه بسبب افكارنا في العقيده بان الطلاق لا طلاق الا لعائله الزنا. بالظبط. رايتنا لفكره الزنا، رايتنا لفكره الزنا هي ذات طابع اسلامي. تمام. احنا القوانين المصريه عندنا متاثره بشكل كبير بالفقه الاسلامي. تمام. وده من زمان. الزنا في الفكر الاسلامي لا يكون الا بوطن وشهود. تمام. انما مفهوم الزنا عند المسيحيين اوسع من كده بكتير. من نظر الامرأة ليشتهيها في قلبه فقد زنى بها. لكن انا بتكلم برضو، دي قصة تانية، اثبات الزنا. انا عايزة اوصل للعنف هنا في اي حاجة. القانون الجديد طبعا لسه لم يعمل بيه، او يعني لسه ما يعتبرش لسه في يعني كان مفروض في وزارة العدل، والمفروض ان يناقشوه مجلس النواب والكلام ده، فلسه. هل في اي حاجة بتدي سماح بالعنف، ولا ده هيعود بقى بينا لكل مجلس كليريكي على حدة وكل حالة على حدة؟ لا. الثلاث سنين اللي احنا بنتكلم عليهم انفصال، دول ما يفيدوا استحاله العشره. تمام. واستحاله العشره ممكن بسبب سوء احد الزوجين. تمام. الكنيسه كانت بتحاول انها تبعد عن فكره اللائحه بتاعه 38 اللي كان من ضمن الاسباب بتاعه الطلاق بتاعتها سوء العشره، او الضرر اللي ممكن يقع على احد الزوجين نتيجه ان الطرف الثاني مش امين عليه. تمام. النهارده احنا بنتكلم ان الزنا قد يضع الحياه الاسريه في خطر، وايضا استهداف زوج لاخر قد يضع حياه الثاني في خطر. بالظبط. فده يخليهم مش امنة في انهم يعيشوا مع بعض. يعني يمكن انا لسه كنت بقول الكلام ده من شويه، لان الناس بتهاجم فكره حرام عليكم وكده انتوا خربتوا بيت. يا جماعه احنا بنتكلم في فرضيه، لو في زوج مدمن، هل ده هيبقى يقدر يطلع اطفال صغيرين كويسين؟ تمام. هل الأطفال اللي هيتربوا مع أب أو أم غير مسؤولين عن التربية، هل هيطلعوا لينا إنتاج كويس؟ لأن قوام فكرة الزواج إيه؟ اتنين بيشتركوا علشان يواجهوا الحياة ويأسسوا أسرة. بالظبط. تمام؟ لو الهدف الأساسي للزواج مش موجود، أنا بتكلم بقى بعيد عن الشرائع، بعيد عن المسيحية وعن الإسلام وأي شريعة تانية. لو الكلام ده مش موجود، إن قوام الأسرة ده مش موجود، يبقى إيه الهدف من استمرار الزيجة أساساً؟ صحيح. هل ينفع ان احنا بسبب العقيده نجبر انسان انه يعيش مع انسان اخر وهو مش عايز يعيش معاه؟ من الناحيه الانسانيه البحته، بغض النظر، انا مش بتكلم دلوقتي عن العقائد. تمام. طيب، لكن كويس، انا متفهمه كل ده. فالمفترض ايه؟ طيب المفترض ايه اللي يتعمل منكم كمجموعه محاميين وحقوقيين، شايفين مشاكل وشايفين كل ده، والمفروض ان المجالس برضو شايفه ده، مجالس كليريكيه، فايه الوضع؟ الوضع دلوقتي، الوضع الحال من غير ما نخش في ازمات، ان احنا عندنا القانون الذي ظل حبيس الادراج لمده 8 سنين ولغايه دلوقتي ما طلعش. بنروح مجلس الوزراء يقول لنا ده عند الكنيسه، بنروح عند الكنيسه يقول لنا ده في مجلس الوزراء، لكن حتى الان لم يتم اتخاذ القرار باخراج هذا القانون اللي هيقلل مشاكل كتير. احنا واقعين في مشكله كبيره جدا بسبب شهادات المله والطائفه اللي النهارده بقت بزنس. تمام. بسبب ادعاء الازواج على بعضهم بالزنا بالكذب علشان يخلصوا من بعض بالطلاق. تمام. بسبب ان في حالات بتضطر انها تغير دينها علشان تقدر توصل للطلاق. بالزبط. وبعد كده تسبب مشكله للكنيسه بانها ترجع. لمجرد المثل، وانا ما اقصدش كده، النهارده مدام ميري لو كنا استنينا شويه كانت هتبقى مقتوله، ولا كنا هنبقى بنرفع يفط وبنقول عايزين اختنا ميري اللي اختفت؟ بمنتهى الصراحة ان احنا عندنا اكتر من حالة حصل انها اختفت وحصل مشاكل كتيرة جدا لسبب انها مش قادرة تعيش مع جوزها او مش قادر يعيش مع مراته. تمام. انهي الافضل والاوقع بالنسبة لنا؟ ان احنا نحل المشكلة اللي موجودة بتاعة الانفصال بالطريقة اللي تناسب العقيدة، بالطريقة اللي تناسب المسيحيين. تمام. ولا نقعد نحل مشاكل بتحصل بسبب المشكلة دي؟ اعتقد ان القانون اللي تحت ايدين الكنيسة ان الاوان انه لازم يطلع. وان الدولة بدل ما هي عمالة بتحل في مشاكل زي الاختفاء مثلا. تمام. تمام. لازم الدولة انها النهاردة تبتدي تطلع قانون تحت ايديها ونبتدي نشوف حل للمشكلة الاساسية اللي بينتج عنها بعد كده مشاكل قرية كتير. صحيح.
عموما يعني اعتقد انه محتاج مجهود اكتر في الحالات اللي زي كده، وهي ما هياش الفكرة ابدا هي فكرة توسيع اسباب طلاق، ولا الفكرة دي، ولا ضد الانجيل، لانه حتى يعني برضو في العهد القديم كان يعني حتى المسيح لما جه قال انا جئت لاكمل لا لانقض، وفي نفس الوقت انه كان في تطليق وقال لغلاظة قلوبهم، كان بيسمح ليهم بالطلاق يعني في العهد القديم. فبالتالي احنا برضو عندنا هنا ظروف اتغيرت كتيرة جدا، وظروف ادت انه في حالات طبعا بتبقى يعني فعلا بتؤدي لانه القتل او انه فعلا تشريد الاطفال. فربنا يسهل كده ويكون في نظرة يعني في هذا الامر. استاذ سعيد فايز انا بشكر حضرتك، وبالتأكيد هنتابع معاك في حلقات لاحقة ايضا ما تم بالنسبة للحكم على زوج ميري، ونشوف برضو المفروض انه القانون هيديه كام سنة وهذه الأمور. زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل انه من الحاجات اللي بعد موضوع ميري مجدي، وكان في استضافه للدكتور ايهاب رمزي في احد القنوات وتحدث عن موضوع الزواج المدني، الدنيا قامت ما قعدت. لكن اعتقد برضو خلينا نبص النظره مش انه بس قصه زواج مدني. وهو معانا دلوقتي دكتور ايهاب رمزي، برحب بحضرتك. طبعا محامي بالنقد وعضو لجنه الشؤون الدستوريه التشريعيه بمجلس النواب. و بغض النظر او بعيدا عن قصه انه مطالبه زواج مدني اللي اثارت الجدل، ايه حل المشكله اللي احنا فيها دلوقتي يا دكتور ايهاب؟ مشكله ميري والعنف ضد المراه والضرب، وانه في حالات ما فيش فيديوهات ليها لكن بيبقى في تقارير صحيه اي حاجه بتؤكد انه في استحاله العيشه مع هذا الشخص، لان هي حياتها وحياه اولادها معرضه للخطر بسبب انه عنيف وبيضرب. هو يعني طبعا يعني احنا حديثنا كله مش مساله زواج مدني، احنا اولا ولا هي مسألة حالة ميري. الموضوع حالة ميري دي حالات متكررة وأصبحت ظاهرة. بالظبط. وإحنا بنسميها بالعنف الأسري. والعنف الأسري ده أصبح ظاهرة على كل المجتمعات والأوساط. وخاصة في جمهورية مصر العربية. صحيح. وإحنا لا وخارج يعني خارج مصر، خلينا نقول معلش يا دكتور إيهاب إن إحنا دلوقتي في عنف أسري برضو في بين المسيحيين وفي كل العالم يعني، وزادت حالات الطلاق بشكل كبير برضو، وزادت الحالات دي حتى في الولايات المتحدة الأمريكية برضو، وهنا بس عندنا في الولايات المتحدة الأمريكية ممكن الزوجة تطلب البوليس بياخد الزوج ده يسجنه ويتعهد بعد كده إن هو كمان ما يتعرضش للزوجة دي ولا للأولاد. لكن طبعا في مصر يمكن الموضوع أصعب شوية. طبعا، واحنا الفكره هنا الظاهره دي بيكون فيها شقين. والشق الاول وهو تطبيق القانون الجنائي في حق هذا الزوج، او يعني معاقبته جنائيا، والشق الاخر وهو يخص العلاقه الزوجيه. تمام. طبعا النيابه والمحكمه سواء المحكمه الجنائيه طبعا سواء كانت جرحه او جنائي او كده، فدي طبعا هو تحقيقات صارت معه وأحيل للمحاكمة الجنائية ولسه متهيألي الأحكام. طيب يا دكتور إيهاب في الحالات اللي زي كده يعني دي دلوقتي مثبتة، ممكن ياخد حكم كام سنة؟ هو طبعا لو هي جرحة ضرب بسيطة بآلة طبعا الأمر هنا ممكن من 24 ساعة لغاية سنتين. يعني اقصى حاجه سنتين في حاله ميري مثلا. احنا بس بنتكلم على ميري، مش انا عارفه عايزين نعمم، لكن ميري على اساس شفنا الفيديو ان هو كان ضرب بالشومه وبعد كده وفي اصابات كانت في دماغها وغرز، وكان في محاوله برضو طعنها بسكين. فهي ممكن الواقعه دي تكيف على انها شوف في قتل. ليه؟ لانه الضرب مبرح، ما هوش ضرب بسيط او من اجل تاديب او مجرد خلاف الراي او يعني او صيام للراي الزوج يعني، لكن احنا شايفين الضرب ضرب مبرح ممكن يلقى الى مرتبه اسوء في قتل يعني. ممكن فده ممكن يوصل من كام لكام سنه الحكم؟ لا ده بقى اسوء في قتل دي امر تاني خالص يعني. اسوء في قتل دي جنايه
وخاصة استخدم مطوة يعني سلاح أبيض. فدي بقى قصة تانية طبعا. غير الموضوع الضرب العادي اللي ممكن برضو يكون من قلت حضرتك من 24 ساعة لسنتين، لكن دي كجناية ودلوقتي النائب العام حولها كده لمحكمة الجنايات، دي بقى على حسب التحقيقات والجلسات. ليه؟ لأنه استخدامه لسلاح قاتل، استخدامه لسلاح قاتل بطبيعته ده ممكن يكشف على نية قتل، وطبعا ده بي بي بيحيل المتهم الى محكمه الجنايات. تمام. ودي بتبقى جنايه شرطه قتل وهو الاشغال الشاقه او السجن المشدد من 3 سنوات ل 15 سنه. طيب حضرتك بقى نعود لموضوع العنف الاسري او العنف الزوجي، وانك قلت انه كطبعا عضو بلجنه الشؤون الدستوريه تشعب مجلس النواب ان الطوائف الخمس كانوا اعدوا مشروع قانون لتطليق الزوجه المسيحيه التي تتعرض للعنف الزوجي، بس احنا ما سمعناش عن الموضوع ده. اول حاجه يعني بس يعني انت في بدايه الحديث بتتكلمي عن الزواج المدني. لا الموضوع مش، انا ما بتكلمش عن الزواج المدني ولا لا، انا بتكلم على انه الناس كلها سابت كل حاجه حضرتك اتكلمت فيها ومسكوا في انه دكتور ايهاب عايز يبقى في زواج مدني ولا للزواج المدني والقصه دي، لكن احنا يعني زي ما احنا حضرتك بنقول احنا عايزين نعمم الموضوع في مشكله معانا حاليا، عنف زوجي او عنف اسري. لا انا صح، بس العبارة انه الحديث كله القانون بيتحدث عن الطلاق المدني مش الزواج المدني. تمام. لان الزواج المدني يعني عشان يبقى العبارة والمفهوم صح، الزواج المدني معناها انه مش زواج خارج الكنيسة. احنا ما بنتكلمش كده خالص، احنا بنتكلم عن الطلاق المدني. يعني الناس خلطت يعني حضرتك. تمام. يعني احنا بنتكلم على اسباب الطلاق. هذه الحالة دي ان الزوج ممكن بعد ما يعني تخيل حضرتك ان العلاقه الزوجيه ما بينهم قائمه وان ما فيش طلاق، فالزوج هيخرج من السجن يرجع يعيش معاها في البيت. ازاي؟ وما تقدرش هي تمنعه، هو كده ما العلاقه الزوجيه قائمه وبيطبعهم مسكن واحد. وبالتالي هي لو منعته من المسكن هياخد قرار من النيابه ويعود تاني الى مسكن الزوجيه بقرار من النيابه. لان هما العلاقه الزوجيه قائمه والمسكن مشترك، وانه هيكون الحياه بينهم ما زالت على وصال والعلاقه قائمه. بالتالي طب ايه حلها بقى والحل فين هنا؟ يعني لانه هنا القانون ما انا بقول لك هنا العلاقه الزوجيه قائمه. ايوه ما بقول لحضرتك طب نحلها ازاي؟ لانه كده المفروض ان استحاله العشره بعد ما ضربها واتسجن ده ممكن يخرج ينتقم منها اساسا. بالظبط. فاحنا عشان كده يا جماعه احنا بنقول انه لابد ان يكون في اسباب للطلاق. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه بس، يعني ده مش رايي الشخصي، يعني انا سيبك من رايي الشخصي، مش هو ده احنا لا اعبر عن رايي الشخصي او كده، احنا بنعبر عن راي المجتمع بصفه عامه. المجتمع بيحكمه قانون، وبخلاف القانون الكلاسيكي، يعني احنا لازم يكون في اي دوله في العالم في اكثر من قانون، في قانون كلاسيكي وقانون روحي وفي قانون مدني. ولابد ان احنا نفرق ما بين الاثنين. تمام. يعني ولازم نفهم الموضوع ده، يعني القانون الوضعي المدني ده هو اللي احنا بنقول عليه، القانون الوضعي ممكن ينص على قوانين تخالف الشريعه المسيحيه او قوانين تخالف الشريعه الاسلاميه، لكن هو قانون يحكم العلاقات. بس هو ما هي الفكرة انه القاضي مستند بالنسبة للقوانين الخاصة بالحالات بالأحوال الشخصية دي يا دكتور إيهاب على القانون اللي هي الأحوال الشخصية للمسلمين، أو قانون المفروض الأحوال الشخصية لغير المسلمين اللي هو المفروض دلوقتي لسه في البرلمان مش عارفة ليه ما تناقش، فما فيش في القانون ده اللي أنا على حسب علمي انه ما فيش ما يسمح بأنه يسمح للقاضي بطلاق مدني في حالة العنف. انا ما سمعتش ان في حاجه زي كده يا دكتور ايهاب. ما فيش وفقا للقانون الحالي المطبق فلا يجوز للقاضي ان يطلق للضرر او في احوال العنف ايا يعني كان شكل الضرر، وبالتالي القانون لا يسمح بده. القانون لا يسمح بده. طب ما احنا عايزين نحلها، يعني انا بتكلم دلوقتي ان احنا ايه الحل وفقا للوضع الحالي. وفقا للوضع الحالي في الامور زي دي لا طلاق، اوكي، ولكن بيلجأوا باساليب ثانيه الى تغيير المله، يروح يغير المله او يغير الدين، وبالتالي يلجأ الى تطبيق الشريعه الاسلاميه، لانه في احوال اختلاف المله او اختلاف الدين فهنا اللي بيحكم
اللي بيحكم هنا العلاقات ايه؟ هي الشريعة الإسلامية. وده طيب. يلجأ القاضي. بقول لحضرتك الوضع الحالي. الوضع الحالي. طب هو ليه القانون لغاية دلوقتي وحضرتك في البرلمان ايه اللي حاصل فيه بالنسبة للقانون برضو؟ يعني هو في برضو قصة الفرقة 3 سنين و5 سنين وفي بعض زنا حكمي وفي بعض الأمور اللي طبعا كان فيها شوية اختلاف عن القانون الآخر. شوفي هقول لحضرتك هو دلوقتي احنا القانون حاليا لا طلاق الا آلة الزنا دي هو ده المطبق حاليا وهو الزنا اختلف. انا فاهمه بس عشان الاحوال الشخصيه الجديد لسه ما طلعش من البرلمان مش محطوط له تقريبا وقت للمناقشه. بس هقول لحضرتك اولا القانون الجديد ده يا جماعه مش انا اللي وضعه ولا انا اللي مشارك في وضعه عشان ابقى برضه فاهمين ولا نائب معين ولا مجموعه نواب. القانون الجديد ده اللي مزمع او في او ما نقولش قانون ونقول عليه مشروع قانون. مشروع القانون ده معد من الكنيسه المصريه الممثله في 5 طوائف. ايوه ما هو انا بتكلم عنه يا دكتور ايهاب دلوقتي اللي اتقال بعد ما اصدرته خلص من الكنيسه. لا هقول لحضرتك برضه علشان نفهم ان القانون ده ليس يعني محل اعداد من نائب او مجموعه نواب. لا هذا القانون تم اعداده وتم وضع المشروع بتاعه من ال5 طوائف واجتمعت الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه والكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه الانجيليه وكنيسه السريان الارثوذكس وكنيسه الروم الارثوذكس. اجتمعوا ال5 طوائف دول وقعدوا يشتغلوا في وضع هذا القانون عدة سنوات. ايوه مش خلص. طيب ان انا معلوماتي ان هو خلص وراح لوزارة العدل والمفروض وزارة العدل تبعته للبرلمان عشان يقر كقانون. النهاردة احنا لما سألنا ليه هو في مجلس الوزراء وزارة العدل احالته لمجلس الوزراء تمهيدا لاحالته للبرلمان. محدش عارف متعطل ليه يعني. محدش عارف متعطل ليه بس علشان الناس اللي بتتكلم على انه القانون ده تم اعداده بمعرفة الكنيسة. ايوه والبابا وضحها كذا مره وقال ان احنا اجتمعنا وساعات والكلام ده كان يعني من كذا سنه واحنا في انتظار ان هو يروح للبرلمان علشان يبتدي يقر كقانون. بالظبط. فاحنا القانون لغايه دلوقتي لم يصل الى البرلمان. القانون ده طبعا من ضمن مواده انه سمح بالطلاق للفرقه لاكثر من طلاق لايه؟ للفرقه اللي هي 3 سنين و5. لا بقى اللي اجتمعوا على 4 سنوات سواء في اولاد او مفيش اولاد. ده جديد يعني تم تغيير حتى البند ده الـ4 الـ4 سنوات. طب دي معلومه جديده يا دكتور ايهاب. تمام. وطبعا وحده طبعا استحكام النفور لا طبعا استحاله الاشياء. طب انا هقول لحضرتك جات لي حاجه دلوقتي فكره انك انت النهارده لو في حد اتسجن نتيجه لاي حاجه واستحاله وفضلوا منفصلين عن بعض 4 سنين حتى لو في عنف كده يبقى في سماح لانه يكون في تطليق طلاق يعني. هقول حاجه هو القانون سمح للضرر وقد يكون الضرر ده يعني ضرر بكل انواعه يعني. تمام. ممكن القانون سمح على فكره من تمام. الضرر الناتج عن امراض معديه او مزمنه يعني مثلا الايدز مثلا او اليوم ده اصيب بالايدز. القانون المشروع القانون سمح انه ممكن يكون هناك سبب ده يكون سبب للطلاق. سمح للطلاق عنف اسري. سمح بالزواج الشائع لو هو راح متجوز عرفي مثلا ما انا فاهمه بنود كتير لكن احنا كان يمكن في حلقتنا بنحاول النهارده في الجزء الخاص ده ان احنا نشوف العنف الاسري ايه موقفه من القانون الجديد فكده واضح انه في برضو بعض التعديلات اللي تمت واستسمح حضرتك لو ممكن برضو نحاول ازاي يعني نحصل على المواد دي ونشوف طبعا ونتابع لحين صدوره. احنا سهرناك احنا اسفين جدا وبشكرك شكرا جزيلا. اتفضل. لا انا بس عشان في جدل يا جماعه احنا في جدل لازم ان احنا برضه يعني نروحوا كده التعاقل والتعاقل ده احنا عندنا قانون كنسي وقانون مدني. تمام. اللي عاوز يلجا للقانون الكنسي ويلتزم بالقاعده الكنسيه لطلاق الاله الزنا ده امين نحييه. واللي عاوز يلجا الى قانون مدني فهو قانون موجود.
لابد يعني حضرتك تقصد انه مفيش داعي للغط وللجدل القائم ده، لانه المفترض ان دي حريات يعني شخصيه. حريات شخصيه حضرتك. القانون الوضعي في حالات وامور وجرائم يعني مخالفه للقانون كانت كتير. يعني القانون الوضعي مثلا يعني تمام. حضرتك العلاقه ما بين الرجل والمراه حتى لو مفيش بينهم عقد لا يجرمه. يعني العلاقه بين الخليل والخليله وهناك حتى علاقه جنسيه ومقيمين مع بعض ما بيجرمش، لكن ده مخالف للقانون الكنفي والقانون الروحي. بالظبط. عشان كده الموضوع ليه أبعاد كتير طبعا جدا، ولكن في انتظار بقى إن شاء الله أنه يتحرك القانون من مجلس الوزراء للمجلس النواب ويتم البت فيه، أو يعني يتم صدوره إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إيهاب رمزي المحامي بالنقد وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. زي ما شفتوا مشاهدينا ان الموضوع ليه ابعاد كتيره. ويمكن دكتور ايهاب قال لك طب ما هو انت دلوقتي ما تسيبها، يعني ليه نعمل خناقه وليه ناس تقول انتوا كده بتعملوا، والناس بتفبرك فيديو علشان تطليق عشان طلاق، وانه برضو كان قالها الانبا رفائيل انه القصه بتاعت برضو بعض الامور فيها حصل فيها شويه ردود فعل مختلفه. يعني كان مثلا البابا في لقاءات واتكلم عن الزنا الحكمي، في بعض اللقاءات الثانيه النيافه الانبا رفائيل اتكلم انه لا ما فيش حاجه اسمها زنا حكمي. فالحكايه لسه فيها شوية جدل، ويمكن دي برضو أغلبيتها كانت تصريحات قديمة. محتاجين طبعا أن يكون في تصريحات أوضح، أو يعني لقاءات أوضح حول هذا الأمر، ولكن في انتظار القانون ده. لكن برضو الحاجة الإيجابية واللي تحدث عنها قداسة البابا توادروس أنه موضوع دلوقتي اللجان بقت 6 لجان على مستوى المسيحيين على مستوى العالم، وبالتالي كده الموضوع بقي أسهل في أنه هو يتم مناقشته. وفي نفس الوقت برضو قال انه الامور كلها بالنسبه للقانون ده، القانون ده هيتعمل، والقانون الاحوال الشخصيه لغير المسلمين هم مسمينه كده علشان لما يطلع من البرلمان، ده هيساعد القاضي في امور كتيره. لكن ما زال برضو الكنيسه، انا برضو بفكر حضراتكم ان كان ليا لقاء مع نيافه الانبا مرقس بعد عوده احدى الفتيات، ولما بساله انك انتوا كان كتير بيقولوا الست لما بتروح ليها عندها اي مشاكل يقولها ده صليبك، قال لا. قلت له برضو طب القانون اللي ما ظهرش دلوقتي ما طلعش وكده اللي بيحصل ايه؟ قال احنا ملناش دعوة، احنا كلجان كليريكية بنشتغل بالامور اللي تم عليها الاتفاق في المجمع اللي حتى لسه ما صدرتش. وبرضو يا جماعة كل حالة خاصة بذاتها. احنا بنصلي من اجل انه يكون في سلام وهدوء في كل الاسر المسيحية، وانه فعلا ما توصلش الامور. طبعا احنا مش يعني انا مش عايزة حد برضو يقول ايه ده انتوا بتناقشوا وعايزين الطلاق. هي مش فكرة ان احنا عايزين طلاق، بالعكس خالص، احنا عايزين السلام والهدوء لكل الاسر. لكن لما بتكون في مشاكل توصل للعنف وتوصل لان يبقى في دلوقتي قتل وامور زي كده، واطفال برضو لو في عنف اسري وخناقات والاطفال بيطلعوا في الجو ده، اعتقد ان ده مش جو صحي ابدا. فبنحتاج ان ربنا كده يدي سلام للكنيسه. ويا جماعه لازم يكون في اختيار صحي جدا، لانه برضو الاختيار ده من الحاجات المهمه جدا. لازم يكون في صلاه كتير، لازم يكون في مشورات، وما يبقاش الموضوع في فكره كده برضو هيمنه وحبه وما اعرفش ايه وفي الاخر كل ده بيروح. خلينا يكون في عقل في الاختيار، وانه تحسنوا الاختيار وتسمعوا الكلام برضو الكبار، وربنا يا رب يدي سلام وامان لكل أسرنا. الجزء الثاني من حلقتنا هو حول الحرب الروسية الأوكرانية وإزدواجية وعنصرية الغرب. يمكن احنا كان في الحلقات اللي فاتت اثناء تخطيطنا لاحداث الحرب كان في موضوع مهم جدا، وللاسف كنا كل ما نيجي نعرضه ما كانش الوقت بيساعدنا، لكن الحقيقه النهارده هنقدر نعرضه، ويمكن الناس هتتفاجئ بده. من بعد ما دخلت طبعا مع حصل بدأت العملية العسكرية اللي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، وبدأنا نشوف الحقيقة ازدواجية بشكل غير طبيعي. الازدواجية دي كانت ليها شقين، شق في التعامل مع اللاجئين، وشق تاني بأنه الناس بدأت تشوف الله ايه يا جماعة انتوا دلوقتي لما دخلت روسيا علشان أوكرانيا وعايزة توضع تحط إيديها على مناطق أوكرانية، المجتمع كله قام والمجتمع بدأ يفرض، كل الغرب وأمريكا بدأوا يفرضوا عقوبات على روسيا. طب هو أنتم مش واخدين بالكم برضو من أنه إسرائيل اعتدت على فلسطين أكتر من مرة، وأنه برضو في دلوقتي مشكلة الفلسطينية والنزاع على أراضي ولغاية دلوقتي ما تحلتش، ولا في العالم انتفض ولا حط عقوبات ولا أي حاجة كانت حاصلة، وبرضو كان حصل دمار من قبل
أيضا ممارسات وضربات جوية إسرائيلية على منشآت فلسطينية ولا حد اتكلم. طب هو في إيه؟ هو أنتوا ليه بتتعاملوا كده مع القضايا مش بمنظور واحد؟ ولا حقوق إنسان ولا أساسا تعامل حتى في موضوع الوقوف كلكم جنبا إلى جنب كده ضد قضية معينة زي القضية ما بين قضية روسيا وأوكرانيا أو موضوع فلسطين وإسرائيل. روسية الأوكرانية، نهال الغرب بفرض العقوبات ومحاولات الضغط باتجاه توسيع هامش التسوية السياسية لإنهاء الأزمة والتحذير من مغبة استمرارها، وكأن العالم وليد أزمة لم يشهد مثلها من قبل، وكأن دولا أخرى لم تكن ولم تزل تؤاسي وتعاني وتئن من ويلات الحروب. فيحضرني سؤال هنا بحاجة إلى إجابة، أهو حرص إنساني أم نفاق سياسي؟ ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي والتي كشفتها الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت مثيرة للاستفزاز والسخط عندما تقارنها بصمت الغرب المطبق أمام جرائم إسرائيل ضد الإنسانية والمذابح التي ارتكبتها. فالحرب لا مسوغات لها، وتوفير السلم والسلام التزام لا يقاس ولا يحدد بناء على العرق والدين. سياسة الكيل بمكيال. طبعا زي ما بنقول كايلب ميكي ألاين، ودفعت ناس كتير جدا علقوا على مواقع التواصل الاجتماعي. جه في زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للأردن، سألت إحدى القنوات الوزير عن الفرق الكبير بين المساعدات اللي بتقدمها أمريكا الاحتلال مقارنة بما تقدمه واشنطن لمساعدات الفلسطينيين، وبلينكن تجاهل الحقيقة الإشارة إلى حجم المساعدات حتى، يعني حتى قالك بالنسبة للمساعدات تجاهل هذا الأمر وحاول إن هو يتملص من إجابة هذا السؤال. الولايات المتحدة الأمريكية كده اتهموها بأن في ازدواجية في المعايير بالتعامل ما بين القضية بالنسبة للقضية الفلسطينية وبالنسبة للموضوع برضو القضية طبعا الحرب الروسية الأوكرانية. وبدأت الدنيا كلها كده، أو يعني الفلسطينيين بالتحديد، وكان في مساندين ليهم في بعض برلمانات العالم أثاروا برضو هذه النقطة، فإنه إزاي ما تعملش أي خالص أي محاكم جنائية لما بيحصل أي قضية، وآخرهم طبعا قضية شيرين أبو عقلة لسه المفروض إنها تتقدم المحكمة الجنائية، ما فيش أي إدانة حتى لما بيكون في اجتماعات لمجلس الأمن ما بيكونش برضو في أي إدانة لإسرائيل ولا اتفاق على أنه يكون في عقوبات بمثل هذا الشكل اللي حصلت على روسيا. دي كانت جزئية من الجزئيات الحقيقة اللي أدت حتى أن جت طالبة فلسطينية اليومين اللي فاتوا اسمها نوران الحمدان، رفعت العلم الفلسطيني خلال حفل تخرجها من جامعة جورج تاون بالعاصمة واشنطن، وهي كانت بتطالب بالعدالة بالنسبة لقضية شيرين أبو عقلة، والفيديو أظهرها وهي بتسلم على مرديتش تسلم على أنتوني بلينكن طبعا علشان خاطر الموقف الأمريكي، ولأن هي عارفة يعني الحكاية مش هتتحل، أو يعني أهم هيحاولوا ويتدخلوا الموضوع أمام الجنايات الدولية هيشوفوا إيه اللي بيحصل. النائب أيرلندي برضو كان فجر تساؤلات الفلسطينيين وغضبهم، وكان مقطع الفيديو بتاعه أيضا اسمه ريتشارد بايد، انتشر هذا المقطع وهو بينتقد داخل البرلمان في أيرلندا المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة في فرض العقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنه ما بيحصلش أي حاجة خالص لإسرائيل، وكلنا فاكرين المعركة اللي كانت تعدى عليها سنة تقريبا دلوقتي واللي كان فيها سواري هدمت مباني بالكامل، وكان في برضو عدد كتير من الضحايا الأطفال حتى والسيدات، ويعني طبعا كان برضو هناك صمت. العضوة في البرلمان الأوروبي كلير دالي انتقدت أيضا في خطاب لازع الإزدواجية والتمييز بقى هنا ضد اللاجئين، لأنه الحقيقة ازدواجية التمييز بقى ضد اللاجئين دي اللي كانت فعلا كارثة وفضيحة بجد. لما أول ما ابتدوا اللاجئين يدخلوا من أوكرانيا على بولندا، بدأنا نلاقي في منع للاجئين اللي هم ذات البشرة السمراء، وفي منع اللاجئين العرب، وقال لك مفيش حد هيدخل غير الناس بتوع أوكرانيا. حتى بدأ مذيعين ومراسلين يقولوا لك يا جماعة دول ما هماش عرب، دول ذات بشرة بيضاء، دول مسيحيين، دول مثقفين. فبدأ الموضوع ده بصراحة أثار حفيظة كتير جدا جدا. Not only since the last plenary, tens of thousands of Afghani citizens have been forced to flee in search of food and safety. But how do we explain that solidarity with, for example, in Poland less than 3 months ago, the fact that 19 people perished
from cold on our borders, met with barbed wire and water cannon. Million children face famine, an agonizing and painful death, a 500% increase in child marriages and children being sold just so they can survive, and not a mention of it, not here, not anywhere. No wall-to-wall TV coverage, no emergency humanitarian response, no special plenaries, not even a mention in this plenary, no Afghani delegations and no statement. Be wondering what makes their humanitarian crisis so unimportant. Is it the color of their skin? Is it that they're not white? They're not European? That their problems come from a US gun or a US invasion? Is it that the decision to rob their country's wealth was taken by a despotic US president rather than a Russian one? Esos, mujeres, niños y ancianos, sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Because my God, all wars are evil and all victims deserve support. And until we get on that page, we have no credibility whatsoever. يعني اتكسر قدام العالم حقوق الإنسان واتكسر قدام العالم في الحرب الروسية الأوكرانية إنه الغرب قد إيه إن هم فعلا يعني ناس يعني حقانيين. دخل الصين بالتأكيد اتهمت الغرب بتطبيق ازدواجية المعايير من خلال تلبية حقوق الإنسان للأشخاص الفارين من الحرب الروسية الأوكرانية وتجاهل حقوق اللاجئين في دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في آن واحد. زي ما قالت عضو برلمان الحياة، قالت إن الحرب كلها، الحروب كلها شريرة، وإنه لازم كل اللاجئين يتم التعامل معهم بمساواة ويتم التعامل معهم بنفس الفكر وبنفس الأيديولوجية. تعال بقى اتفرج على إنه العنصرية دي كانت شكلها ايه زي ما قلت لحضراتكم، وانه ازاي حصل هذا الامر، يعني ازاي ان انتوا تشوفوا عرب وافارقه تعرضوا للتمييز والكراهيه، وازاي ان انت تشوف زي ما بقولك لدرجه واحد مغربي على عند باب قطر طلع سكينة علشان يخلي الناس المغاربة والناس الأفريكان يعني أو اللي هم ذوات البشرة السوداء إن هم يدخلوا القطر علشان يهربوا من جحيم الحرب. ليه ما عملتوش كده؟ لأن في يعني إيه اللي حصل؟ ساعتها ناس كتير في التلفزيونات ومراسلين وإعلاميين اتكلموا بشكل غريب جدا، ما خدوش بالهم إن هم بيمارسوا التمييز والعنصرية بأسوأ أشكالها. في الحرب لا تميز القذائف بين لون أو عرق أو دين، الجميع متساوون في لحظات الموت والرعب. فر مئات آلاف المدنيين من ويلات المعارك، لكنهم اصطدموا بوحشية أخرى، هذه المرة من مدنيين أيضا. We were waiting for so long and there were Africans also, there were Indians also and Ukrainians were let inside. So that sort of created an agitation among us because we were not entering and we were like waiting for one day. And so like we were like thinking why they are given preference more than us. يفرقون بينهم وربما يضعون شروطا توصف بالعنصرية تتعلق بمن يمنح أولوية النجاة واللجوء إلى ملاذ آمن. تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 600 ألف مدني فروا من أوكرانيا. يقول الاتحاد الأوروبي إن نحو 4 ملايين شخص يحاولون مغادرة البلاد.
زعم الاتحاد الأوروبي أن أذرعه مفتوحة أمام اللاجئين وأنه خفف قواعد استقبالهم، لكن تصريحات رئيس وزراء بلغاريا الذي تنتمي بلاده للاتحاد الأوروبي كانت تفوح منها عبارات مسيئة بحق اللاجئين غير الأوكرانيين. ليس هؤلاء هم اللاجئون الذين اعتدنا عليهم، هؤلاء الأشخاص أوروبيون، هؤلاء الأشخاص أذكياء، إنهم أناس متعلمون. النازحون العرب وثقوا كذلك تعرضهم للتنكيل من قبل قوات الأمن، فهذه شهادة لنازحة تدعى فاطمة الزهراء. يقوم الأمن بضرب الأجانب حاليا، أخي متواجد في المستشفى. التغطية الإعلامية الغربية لأزمة اللاجئين تعرضت لاتهامات بتبني خطاب عنصري قد يكون حشد لتنامي مشاعر الكراهية. Christians, they're white, they're very similar to people, many people who live in Poland. But this isn't a place, with all due respect, you know, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. This is unfair! This is unfair! Why point gun as a foreigner? Why point gun as a foreigner? العنصرية على ألسنة المراسلين لوحظت في سلوك رجال أمن أوكرانيين تظهر مقاطع منعهم لنازحين من أصول إفريقية من الصعود إلى قطار ليبقي أملهم في البقاء على قيد الحياة. أفكر بس حضراتكم إن الأزمة دي طبعا كانت حاصلة في بداية تحرك اللاجئين اللي عددهم زاد، التقرير ده لأنه كان قديم، فكده الأعداد طبعا عدد فعلا دلوقتي تعدت 5 مليون لاجئ، وبعد طبعا ما انكشفوا قدام العالم كله بدأوا إن هم طبعا يدخلوا الناس دي. لكن خليني أنا معلش حبيت برضو عشان تكون واضحة قدام حضراتكم إنه قد إيه التصريحات العنصرية دي كشفتها الحرب على أوكرانيا، وده يقول لكم إنه موضوع حقوق الإنسان واللي بتبص تلاقي مثلا يكون في قرارات وبيانات تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية أو من دول أوروبية ضد بعض الدول العربية، لا انتوا بينتوا ان انتوا مش ده، انتوا يعني سوري يعني ان الواحد يقول انه كان في معاملات أسوأ بكتير من اللي كانت بتحصل في الدول دي. الواحد بيتمنى انه بجد تكون مفيش الحاجات دي ومفيش الممارسات دي اللي كشفتها الحرب. طبعا الحرب سيئة والحرب صعبة وما زالت مستمرة ومش عارفين امتى هتنتهي، لكن اللي نفس الواحد ان هي تنتهي انه لما اتكشفت قدام العالم بالتقارير دي كلها، هل يا ترى كان في حساب لاي حد من المراسلين اللي اتكلموا وقال لك اصل دول بيض، اصل دول مسيحيين، اصل دول مش زي العراقيين ولا زي السوريين؟ ليه يا جماعة بنقول الكلام ده؟ الإنسان إنسان. أنا فاهمة طبعا وأنه كان في وقت برضو اللاجئين اللي كانوا من العراق ومن سوريا وقصة أنه ممكن يكون مندس وسطيهم داعش، بس مش عشان لهم بشرتهم. يعني إحنا هنا كنا بنقول أنه صعب قوي على الدول دي أنها المفروض أنها تفرز كويس عشان ما يبقاش في دواعش وفي الفكر ده منقول من وسط الناس دي، لكن مش عشان دول ناس بشرتهم سودة أو علشان مسامرة ولا دول ناس ما عندهمش ثقافة أو دول ناس مش متعلمين تعليم راقي أو دول ناس مش بيض مش مسيحيين. الكلام ده ما ينفعش ان هو يتقال. بنأكد لكم الكلام اللي اتقال في برضو التقرير ده علشان يكون واضح قدام حضراتكم، وكل القنوات جمعت كل التصريحات العنصرية دي وقدموها قدام العالم وتفرجوا ايه اللي بيحصل ده يا جماعة. Yeah, well, just to put it bluntly, these are not refugees from Syria. These are refugees from neighboring Ukraine. I mean, that, quite frankly, is part of it. These are Christians, they're white, they're... زي ما شفتم مشاهدينا، سياسيون وصحفيون اطلقوا تصريحات عنصريه بحق لاجئين العراق وسوريا وافغانستان. دول مش الجماعه دول، اللاجئون الاوكرانيون مش من اللاجئين اللي احنا اعتدنا عليهم، عشان كده هنرحب بيهم. دول اوروبيين، دول اذكياء، دول متعلمون، دول بيملكون ماضي غامض. جه برضو حد تاني قال لك احنا مش بنتحدث عن فرار سوريين هنا، ده فليب كوب كان محلل من قناه فرنسيه اللي قصف النظام السوري المدعوم من بوتين. احنا بنتحدث عن الاوروبيين، دول الاوروبيين اصحاب عيون زرقاء وشعر
الشعر الأشقر يقتلون. لا مش معقول، إزاي كده؟ برضو كان ده مراسل سي بي اس الأمريكية، مع كل احترام ده مش مكان العراق أو أفغانستان حيث يدور صراع محتدم، لكن دي مدينة حضارية نسبيا وأوروبية نسبيا. بدأنا نسمع تصريحات الناس كلها اتصدمت. الحقيقة لم يتوقف الأمر على العرب وبس، لكن لقينا البشرة السمراء كانوا بيخلوهم على جنب، ما ينفعش يدخلوا القطارات، ما ينفعش انهم يدخلوا بولندا، لا استنى انت مش مكانك دلوقتي. وبدأت الناس طبعا تتكلم ومش عارفين يقولوا ايه، بيقولوا طب احنا الجو صعب والجو كان تلج وايه المعاملة دي، ولا العنصرية اللي احنا عايشين، الأوكران اللي احنا بيحبونا، احنا مش فاهمين العنصرية دي جت منين، احنا اتفاجئنا. الناس كانوا بيقولوا التصريحات دي، كانوا بيقولوا كده يعني. تصريحات العنصرية أثارت تعليقات غاضبة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. دكتور خالد الخاطر، يتحسرون كم ده ضحايا الحرب هذه المرة من البشرة البيضاء والعيون الزرقاء؟ يعني ايه اللي بيحصل ده؟ كشفت الكثير عن العنصريه في الغرب، طبعا ازمه اوكرانيا اللي كانت متخفيه تحت شعارات الانسانيه والعداله والكلام ده كله. الاعلاميين الغربيين ازاي يتكلموا بالمنظر ده؟ يعني مهين طبعا ان احنا ازاي يعني هذا الكلام. المهاجرين من اوكرانيا مش زي المهاجرين من سوريا والعراق، دول اصحاب بشره. الحرب تؤلم الاسمر والابيض والاشقر والاسود وكل يعني كلنا نملك نفس الاعضاء الجسديه والنفسية. تخيلين يعني الناس وصل بيهم الأمر إنهم يقولوا إيه؟ بجد الواحد وقتها كان زعلان جدا وحزين إن ده بيحصل. وقلنا لهم يا ريت بقى اللهجة بتاعت حقوق الإنسان، وإن أنتوا بقى اللي أنتوا متزاعمين إن أنتوا مراقبين على العالم كله في قضية حقوق الإنسان، يا ريت تبصوا للي اتعمل ده وتقولوا وتواجهوا نفسيكوا قبل ما تواجهوا أي حاجة تانية. والحقيقة إنه يعني كان طبعا يعني بجد فعلا الحرب دي يعني بينت حاجات تانية كتير، بينت كمان قد إيه إن دلوقتي أمريكا وأوروبا قاعدين يدعموا الأوكرانيين بالسلاح، كل ده برضو عشان تزيد الحقيقة اللي هي اللي بنسميها تجارة الأسلحة، وإنه في نفس الوقت بتحاول أمريكا يعني عشان تحافظ أيضا على هيمنة الدولار. بس اللي حصل في الحرب دي إن اللي دفع الثمن ما هوش يعني، دي رسالة بقى لأوروبا ورسالة للغرب كله ورسالة للولايات المتحدة الأمريكية، إن أنتوا عملتوه من عقوبات على روسيا واللي حصل من دعم، وإن أمريكا دعمت أوكرانيا ب40 مليار دولار، ده على فكرة فاقم الأزمات في كل العالم. عندنا أزمة طاقة، عندنا أسعار غير طبيعية في الجاز، عندنا أزمة غذاء بيحاولوا دلوقتي أنهم يحلوها. على الجانب الآخر القصة برضو بتاعت الحرب على الطاقة، وانه يلا نوقف ان احنا ناخد غاز من روسيا علشان نضعف روسيا، الكلام ده طبعا برضو اتقلب عليهم، والروبل دلوقتي زاد وسعره زي ما هو ما تأثرش. وفي نفس الوقت دلوقتي الدول دي لو ما خدتش الطاقة او النفط من روسيا والغاز من روسيا هتعمل ايه؟ ما عندهاش اي بديل. اعتقد انه كتير حاجات كتيرة اتفضحت. احنا بنصلي في نهاية حلقتنا الخاصة دي النهاردة من اجل حاجتين، سلام لكل الاسر، والحاجة التانية انه تنتهي حرب روسيا على اوكرانيا، لانه لو استمرت اكتر من كده محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل للعالم كله. يا رب سلام لكل العالم. الى اللقاء.